الله أوقاتكم كل خير إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. خلية قمنا بدمج خليتين في خلية واحدة، وذلك لتقوية الخلية. نقوم الآن بالتدخين. طبعا قد دمجتها بالأمس ما يقارب 24 ساعة، سنقوم الآن بالفتح. طبعا وضعنا شبك في الوسط، الخليتين طبعا قوية تنتين، بس الخلية الصندوق حجم كبير، فقمنا بالدمج للاستفادة من قوة الطائفتين ودمجها مع بعض. بروح، هذا هو الشبك أو الحاجز الذي قمنا بوضعه بين البراويز. فائدة هذا الشبك حتى يتعرف النحل المضاف على الفرمون الملكي للملكة الموجودة في الخلية. طبعا ما زلنا ندخن، يعني من باب الحيطة فقط. وهكذا تمت العملية بنجاح، نسأل الله التوفيق للجميع.